السلام عليكم، تحية نضالية إلى كل الشرفاء والشريفات داخل وخارج أرض الوطن. اليوم ديال هذا الفيديو تعريف بقضية المعتقل السياسي أخي ورفيقي أحمد بورتكيز اللي كان معي بسجن عكاشة. نجي نوصل واحد الرسالة منه، نعرف القضية ديالو، ظروف الاعتقال التعسفي اللي طرالي. شكون هو أحمد بورتكيز؟ هو ناشط بحراك الريف بديار المجر، مقيم بأمستردام، حامل جنسيتين البلجيكية والهولندية، واللي كان يدافع على كل قضايا الوطنية خاصة معتقلي حراك الريف وكل المعتقلين السياسيين وكل المظلومين والمقهورين، وكان ضد الحقرة وضد الظلم اللي كيتمارس في الوطن ديالنا الجريح. هذا هو أحمد بورتكيز، ما خاصو حتى خير، خدام مزواج، عنده ثلاث وليدات، عنده كلشي. السكن ديالو شنو هو اللي خلاه يدفعو؟ هو حب والغيرة على الوطن اللي كيتمارس من الظلم والحقرة اللي كتمارس في الوطن ديالنا. نهار 25 شهر جوج جا المغرب باش يزور الام ديالو اللي كانت مريضه بمرض مزمن، وتعتقل في المطار اللي لقى انواع الاجهزه الامنيه كتسناه في الانتظار ديالو. ثم داو من المطار لخو واحد القاعه صفطوا الايدي ديالو، صفطوا الايدي ديالو، وتم التفتيش ديالو، داو الكوميساريه الكبيره ديال الناظور. من بعدها تم داو التحقيقات معاه كوميسارية الناظور. من 25 شهر جوج هو داير لي المينو في يدو اللور، يومين لا ماكلة لا حاشاك تمشي تمشي للطواريك، لا بان في حويجو مسكين. هادشي عاود لي بالتفصيل والتدقيق على كل المجرى لي من اعتقال تعسفي ومن ظلم، من إهانة، من استفزازات، من كل الأساليب. يومين هو كيتعذب بهاد المينو. بقى من تما جات الفرقة الوطنية، جات مدينة الدار البيضاء باش يجي يديو. نهار 27 قدمو الفرقة الوطنية من الناظور، داو للدار البيضاء، خرجينو بميلوط من اللور، وداروا لي خنشة على راسو باش يداو كأنه إرهابي، كأنه مجرم، كأنه سفاح. وتصورو نتوما غادي في الصافير والطريق ديال الناظور، وكيتلاوح وكيطيح في الصافير، واحد الحالة ديال الجرح والألم اللي كانت في الكتف ديالو وفي الظهر ديالو. جابوا الفرقه الوطنيه نفسوه دخلوه الى اخره. اول سؤال جابوه اول تهمه الحقيقيه علاش اعتقلوه، والسبب الذي اعتقلوه هو التواجد ديالو في شهر 1 نهار 19 في برلمان اوروبي. هذه هي اللي ازعجت النظام المخزني بالاعتقال ديالو. من الوقت بداو مع التحقيقات، شكون هما هاد النشطاء، شكون هما هاد اللي كيحركوا المسيرات، شكون هما علاش كديروا وقفات في امام القنصليه، علاش كتحمل العالم مقاومه الريف، علاش كتهزوا العالم صوره عبد الكريم الخطابي، شكون اللي كيمول المسيرات. مجموعه من الاسئله ديال من هاد الصفحات، كل شيء قال من السيد قال انا واضح كنمارس الحقوق ديالي العادله والمشروعه، وكان طالب باطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين. انا ما كنعرف حتى شي واحد، انا ناشط مواطن هولندي كنحمل الجنسيه البلجيكيه، كتغي ادي غيره على الوطن ديالي، بغيتو يكون بحال بلجيكا بحال فرنسا بحال الدنمارك بحال السويد. انا ما خاصني بو الفلوس، ما خاصني حتى شي حاجه. توجهوا لي تهم اللي هي سياسيه، ما هي التهم؟ وهي اهانه هيئه دستوريه، واهانه رموز الدوله، وتحريض على المسيرات، والتجمع امام القنصليات. هاد كلها التهم توجهت لي وتقدم امام النيابه العامه. انا حكيت لكم هادشي اللي قال لي احمد في السجن، وكاين فيه بزاف حوايج، لان الفيديو غيكون غير قصير وغادي نعاودو نقول لكم التفاصيل بالتدقيق داكشي اللي طرالي. ملي قدموه داو عند النيابه العامه، وجهوا لي نفس التهم الترهيب وهادي. السيد اول حاجه ما بغاش يتكلم، قال لي كان طالب بالحضور القنصل البلجيكي والهولندي، من حقي ان كمواطن كنحمل الجنسيه ديال هاد الدول، يحضر ليا في القضيه ديالي. وعدوا ولكن كانت دون جدوى. ولكن فين هي المواثيق الدوليه؟ فين هي المواثيق لحقوق الانسان؟ لان اي اجنبي كيتعتقل او كيطرى ليه شي مشكل خاص القنصل ديالو كيحضر معاه. ملي جابوه السجن عكاشه جابوه بالليل، انا مشتوش، جابوه دخشوه في واحد الزنزانه انفراديه، لاحوا لا مانطا باش ردص. وفي السجن تعرض لمجموعه من المضايقات ومجموعه من الاستفزازات، وتا
تعرض لمجموعه من الانتهاكات وحرمان لمجموعه من الحقوق اللي مازال كتمارس عليه وكتمارس على السجناء المعتقلين السياسيين وعلى المعتقلين حق العام، ان ما يقع في السجون هو كارثه كارثه بكل امتياز. هاد السيد منذ بدايه ولوجه الى السجن هو كيطالب بالحضور القنصليه، كاتب المدير السابق عده رسائل بدون جدوى ولا سنة. في شهر 4 نهار 20 الجهات المعنيه كل من رئاسه النيابه العامه ومجلس وطني لحقوق الانسان ومندوبيه العمل لاداره السجون من اجل التواصل مع القنصليه من اجل تخاور في القضيه ديالو في الملف ديالو اعتقال تعسفي الاطراني. علاش ما عطاوش رقم الارسال؟ ما بغاوش يعطيو رقم الارسال. وعاود درت تذكير وعاود درت تذكير وعاود راسل مره اخرى في شهر 5 نهار 24 الجهات نفس الجهات المعنيه وبدون ما بغاوش يعطيو رقم الارسال، وهذا الشيء كله موثق بكاميرات السجن. والماده 34 من دليل السجين القانون الداخلي للمؤسسه السجنيه يخول اي اجنبي ان يتواصل مع السفاره ديال البلاد اللي كيحمل الجنسيه ديالها. علاش مده 5 شهور هو كيتعذبوا فيها؟ علاش 5 شهور ما كيتواصل مع القنصليه؟ علاش 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 حاكمتو بتهم سياسيه، ضربتو عليه المحاكمه ديالو، كان التعتيم في المحاكمه ديالو، كان بزاف خروقات المحاكمه ديالو، كانت الاعتقال ديالو كان هو تعسفي، لا شكل لانكم مترابطين في الاعتقال ديال احمد بورتاكيز. علاش احمد بورتاكيز دخل؟ واش احمد بورتاكيز هو اللي بدا الثروه؟ واش احمد بورتاكيز هو اللي نهب الميزانيه؟ واش معتقلي الريف هما اللي فسدوا هاد البلاد؟ هما اللي خربوا هاد البلاد؟ هما اللي شوهوا هاد البلاد بالفساد والاستبداد اللي كيتمارس فيها؟ اليوم ماشي محمد بورتاكيز اللي كيتحاكم، وهي محاكمة ذاكرة الريف. هو الآن محمد عبد الكريم الخطابي يتحاكم حيا وميتا، يتحاكم في محاكمة الزفزافي والرفاق ديالو، كيتحاكم اليوم في قضية أحمد بورتاكيز. لأن هذا النظام المخزني عنده مشكلة مع الذاكرة ومع التاريخ ديال المقاومة. هادشي راه خطير، هادشي راه خطير جدا. وفي الحبس لقيت بزاف ديال المعتقلين السياسيين وما كاين اللي يعرفهم، ومتابعين توهم سياسيه، منهم اللي جاوا من اوروبا ومنهم اللي داخل ارض الوطن اللي ما كاينش اللي كيعرفهم. انا كامانه للامانه وللرساله نعرف بالقضيه ديالهم، وهادشي طلبوا مني نعرف بالتهم ديالهم بالقضيه ديالهم. كنطلب وكناشد من جميع الشرفاء الحقوقيين والمحاميين النزاع يتبناو هذه القضيه والتعريف بالملف السياسي ديال احمد بورتاكيز في مرحله الاستئناف، وكل المعتقلين السياسيين اللي محتاجين لشكون اللي يوصل الصوت ديالهم. راه الخطير راه ماشي احمد بورتاكيز والمعتقلين السياسيين اللي محتاجين، راه حتى الناس المحرومين من الوطن ديالهم، المناضلين اللي كيدافعوا على الوطن وحب الوطن وباغي الخير للوطن، تاهما محرومين منذ سنين. راه عندنا حتى معتقلين قضيه الوطن ديالهم خارج ارض الوطن. هادشي راه خطير، خاص اسقاط هاد التهم الدوليه، المذكرات البحث الدوليه بحق مجموعه من النشطاء، وخاص توحيد الصف من اجل التصدي لهذ كل الممارسات. وكنقول من هنا الحريه لكافه المعتقلين السياسيين، الحريه لرموز الصحافه الحره، الحريه للمعتقل الحراك الريف، والسلام عليكم.